أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديثنا في هذه الحلقة الإيمان المسيحي، هل هو معقول؟ أهلاً أحبائنا مرة أخرى، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة. في حلقة مضت كان حديثنا مع دكتور ناجي اسكندر عن الأدلة على وجود الله، وحكى نقطتين مهمتين إنه من خلال الحديث، إنه الإيمان بالله يتفق مع العقل والإلحاد لا يتفق مع العقل. واليوم عاوزين هيك نتوسع أكثر في الحديث عن الإيمان المسيحي، هل هو معقول؟ أنا بشجعك إنك تشاهد هذه الحلقة، راح تكون سبب بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.